الإفراج عن شباب الثورة المتهمين بحادثة دار الرئاسة بتبادل أسرى مع ميليشيا الحوثي. ماذا أثارت هذه الحادثة حفيظة العديد من المؤتمريين؟ وكيف ظهرت مواقف الحكومة إزاء هذه الحادثة؟ أهلا بكم. أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء تعليق عمله في مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها الحوثيون جراء قيام الجماعة بالإفراج عن شباب الثورة المتهمين في حادثة تفجير جامع النهدين، ذلك ضمن صفقة تبادل أسرى بين ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية. هذه الخطوة رغم أنها أتت بعد مقتل صالح بسنتين، إلا أنها أثارت حفيظة قطاع واسع من المؤتمريين، وكأن من قتل صالح هم هؤلاء الشباب وليس الحوثيون. ردة الفعل الغاضبة على الشباب لم يصعدها المؤتمريون ضد الحوثيين عقب مقتل صالح كما يقول كثيرون، الأمر الذي يجعل الموقف يبدو أقرب إلى الكوميديا السوداء منه إلى المنطق. مواقف العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين تأرجحت بين الترحيب والإدانة، الأمر الذي أظهر ارتباكا في الموقف الرسمي، وهو ارتباك يمثل عنوان المرحلة التي تمر بها الشرعية خلال السنوات الأخيرة كما يبدو. بعد 8 سنوات من التغييب خلف القضبان، أفرج مؤخرا عن إبراهيم الحمادي ورفاقه الذين اتهمهم نظام المخلوع صالح بالوقوف خلف حادثة تفجير جامع النهدين في 2011. ورغم قتل ميليشيا الحوثي لصالح والافتخار بهذه الخطوة، إلا أنهم أبقوا على اعتقال من يقال لهم المتهمين لقرابة 2 سنين بعد مقتله، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بصفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية رغم أنهم مدنيون. قضية الإفراج عن الحمادي ورفاقه استفزت أنصار حزب المؤتمر، وأصدر مؤتمر صنعاء بيانا استنكر فيه هذه الخطوة وأعلن عن تعليق مشاركته في حكومة الحوثيين ومجلس النواب التابع لهم، خطوة لم يتخذها المؤتمر إزاء مقتل صالح نفسه بتلك الطريقة الوحشية، بل ارتمى كليا في حضن الحوثي من اليوم التالي متجاهلا تماما مقتل زعيمه ورفيقه الأمين العام للحزب. قضية الإفراج أظهرت ارتباك موقف الحكومة الشرعية أيضا، وبدت وكأن مسؤوليها ليس لهم موقف موحد وكل يغني على ليلاه. وزير الإعلام معمر الإرياني كتب في تغريدة له قبل أن يمسحها لاحقا استنكارا حادا على هذه الخطوة، رغم أنها تمت ضمن صفقة تمثل الحكومة أحد أطرافها. وبالمقابل كتب وزير حقوق الإنسان تغريدة رحب فيها بهذه الخطوة وطالب بتعويضهم وجبر الضرر للمفرج عنهم. إذن مواقف رسمية متخبطة تظهر عدم الانسجام بين مكونات الشرعية وارتباك رؤيتها في عدد من القضايا. بعد مقتل صالح انقسم حزب المؤتمر إلى 3 أجنحة: جناح صنعاء الذي يرأسه صادق أبو رأس والذي أصبح جزءا لا يتجزأ من أدوات ميليشيا الحوثي التي ورثتها عن صالح، والجناح الآخر هو جناح أبو ظبي بقيادة نجل الرئيس المخلوع والذي أصبح أداة إماراتية لها ذراع عسكري يقوده طارق صالح ويسيطر على شريط الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب. أما الجناح الثالث فهم الموالون للرئيس هادي والرياض، وعلى الرغم من توزع الحزب على كل الجهات إلا أنه يعمل كجبهة واحدة في بعض القضايا، أهمها تلك المتعلقة بثورة فبراير وشبابها ومخرجاتها. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها المحلل السياسي الأستاذ الصحفي والناشط الحقوق الأستاذ محمد الأحمدي. أهلا بك. مرحبا بك. بداية إذن دعنا نبدأ بالخبر الجديد فيما يتعلق اليوم. حزب المؤتمر في صنعاء يقر مقاطعة أعمال ومخرجات المجلس السياسي ومجلس النواب وكذا مجلس الوزراء الخاص بميليشيات الحوثي احتجاجا على الإفراج على شباب الثورة في المعتقلين على ذمة حادثة النهدين. بالبداية يعني دعنا نركز على هذه النقطة، كيف تقرأ هذا الموقف؟
مساء الخير لك أخي العزيز والمشاهدين، ونهنئ ونبارك لشباب الثورة استعادة حريتهم بعد 8 سنوات من الاعتقال والاحتجاز التعسفي ومن التعذيب أيضا. في بداية اعتقالهم تعرض هؤلاء الشباب للتعذيب في سجون الأمن السياسي والقومي، وكانت آثار التعذيب واضحة على أجسادهم بعد 6 أشهر على الأقل بالنسبة لإبراهيم الحمادي عندما سمح لأسرته بزيارته، كانت أثر التعذيب واضحة على جسده حينها، وبالتالي هؤلاء تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات بحقهم بدءا بالاعتقال التعسفي ثم الإخفاء القسري وأيضا التعذيب الذي لاقوه في السجون. للأسف الشديد موقف المؤتمر الشعبي العام جناح الحوثيين أو الذي يخدم عكفة مع الحوثيين، للأسف وهذا مصطلح متعارف عليه بالنسبة للذين يخدمون المشروع السلالي الإمامي في على مدى التاريخ، كان يطلق عليهم عكفة وأعتقد أنه مصطلح سياسي، وبالتالي اليوم هؤلاء في الوقت الذي كان ينتظر اليمنيون منهم أن يعتذروا عن انخراطهم في المشروع الإمامي والانقلاب على السلطة الشرعية وجر البلاد إلى أتون هذه الحرب المدمرة، وهم الذين كانوا أدلاء لميليشيا الحوثيين في قمع اليمنيين والناشطين السياسيين وانتهاك حقوقهم، اليوم يستمرون في نفس المنطق العدمي في الحقيقة، يحتجون على إطلاق سراح 4 ناشطين أو مجموعة من الناشطين لم تثبت إدانتهم. المؤتمر كان حاكما في اليمن وفشل أو أخفق في إثبات إدانة هؤلاء الشباب، تعاقب 4 قضاة على الأقل في نظر قضيتهم وأخفقوا في إثبات إدانتهم. اليوم المؤتمر الذي احتفل بمقتل زعيمه علي عبد الله صالح على يد الحوثيين يحتج على الحوثيين أنفسهم لأنهم أطلقوا معتقلي شباب الثورة الذين يتهمهم المؤتمر بالوقوف وراء تفجير دار الرئاسة. لكن لماذا الربط يعني في هذا السياق؟ هناك ربط عام فيما يتعلق بأن المؤتمريين لم يعني يهاجموا الحوثيين ذاتهم الذين قتلوا صالح وهم الذين أدانوا هذه العملية، لماذا هذا الربط الحاصل بين الأمرين؟ يعني في الحقيقة دائما شباب الثورة السلمية هم الحلقة الأضعف في أطراف الصراع في اليمن بشكل عام، هم الذين تلقوا انتهاكات منذ اندلاع ثورة الشباب السلمية في 2011، وهذه القضية قضية معتقلين على ذمة أحداث دار الرئاسة هي جزء في الحقيقة من مسلسل انتهاكات بحق شباب الثورة، ونعرف أن كل هذا الانقلاب والدمار والحرب في اليمن وكل هذه الترتيبات التي تجري في نظر بنظر أيضا المحيط الإقليمي جزء من الثورة المضادة لواء الطموحات اليمنيين في التحول الديمقراطي والمضي قدما في الأهداف التي أعلنوها في ثورة الشباب السلمية الشعبية مطلع 2011. هذه الإزدواجية في التعاطي مع قضايا التي تمس على الأقل مصالح المؤتمر الشعبي العام، كان الزعيم كما يسمونه زعيم المؤتمر الشعبي العام المخلوع علي صالح هو يمثل بالنسبة لهم رمزية خاصة، لكنهم تخلوا عنه بسهولة وأعدمه الحوثيون بطريقة وحشية للغاية، ولم نسمع أي موقف من المؤتمر جناح الحوثيين للاحتجاج على مقتل علي صالح، لكنهم اليوم ينتفضون ويحتجون على مسألة إطلاق سراح شباب الثورة بموجب صفقة تبادل أسرى. نعرف في المناسبة أن هؤلاء لو كانوا استمروا لدى ميليشيا الحوثيين كانت حياتهم في خطر، لأنه إما أن يتعرضوا للتعذيب حتى الوفاة كما حصل في حق العديد من الناشطين في الحقيقة قضوا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثيين، أو يمكن أن تتعرض المعتقلات ومراكز الاحتجاز للقصف بغارات التحالف، خصوصا بعدما ثبت أن التحالف السعودي الإماراتي يتخادم مع ميليشيا الحوثيين لتصفية كل الأصوات التي كان لها دور في إشعال فتيل ثورة فبراير أو التي يعتقد أنها ترفض مشروع الإمامي ومشروع الوصاية السعودي الإماراتي على حد سواء. يعني العملية القصف طالت العديد من مراكز الاحتجاز لدى الميليشيا بدءا بالسجن المركزي في البيضاء ثم سجن الشرطة العسكرية ثم السجن أيضا في الحديدة وأخيرا السجن أو مركز الاعتقال مركز الاحتجاز في دمار عبارة عن مبنى كلية المجتمع، وكان الضحايا بدرجة أساسية هم نشطاء سياسيون كانوا جزءا من الحراك
السياسي والثوري في 2011 على الأقل، أو جزء من أو أعضاء كوادر في أحزاب كانت جزءا من ذاك الحراك. طيب، يعني في هذا السياق، ونحن سنستمع بعد قليل إلى السيد عبد الرحمن برمان محامي المتهمين المفرج عنهم في سياق ملابسات عملية الإفراج هذه أو التبادل، وأيضا ربما قد يكشف لنا بعض المعلومات حول هذه القضية. لكن يعني في هذا السياق، لماذا برأيك وجد هذا الموقف من قبل المؤتمر الشعبي العام أو نشطاء المؤتمر والبيان الرسمي هذا الذي خرج اليوم، في سياق أن ما حدث في نهاية المطاف يعني عملية تمت بإشراف الحوثيين، يعني في نهاية المطاف وهم في مكان يسيطر عليه الحوثيون؟ يعني كما أشرت قبل قليل، في الحقيقة هذا الموقف جزء من المشهد العدمي الذي تعيشه البلاد بشكل عام. البلاد اليوم مختطف بيد ميليشيا ذات مشروع عدمي إمامي لا يستند إلى منطق العصر. يعني للأسف الحزب الذي كان حاكما في البلاد تشظى، وجزء كبير من هذا الحزب يعمل أدوات لدى المشروع العدمي الحوثي. ثم هذا الجناح التابع للمؤتمر الشعبي العام يمارس ازدواجية في التعاطي حتى على الأقل مع قضايا التي يفترض أن تكون جزء من نشاطه السياسي والإعلامي. تخلى عن زعيمه علي عبد الله صالح عندما قتل، وينتفض كما قلت يعني ثأرا وانتقاما من إطلاق سراح شباب أو مجموعة من الشباب لم تثبت إدانتهم. ومن المؤسف في الحقيقة أخي العزيز أن هؤلاء الشباب يطلق سراحهم وهم ناشطون سياسيون ضمن صفقات تبادل أسرى مع مقاتلين حوثيين، وهذا أيضا جزء من المشهد العدمي نفسه، لأنه لم يكن هناك متاحا أمام أهالي هؤلاء الضحايا أي وسيلة أخرى لإطلاق سراح ذويهم من سجون الحوثيين. طيب، بمعنى عن المجتمع الدولي أساسا للأسف الشديد ومنظمة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية أخفقت في الوقوف إلى صف أهالي هؤلاء المعتقلين وكل المعتقلين في سجون الحوثيين في الحقيقة، ولذلك يضطر هؤلاء للبحث عن مبادرات من هذا النوع للتفاهم مع ميليشيا الحوثيين مباشرة في إطار صفقات تبادل أسرى. طيب، عن هذه ناشطين. عن ملابسات ما حدث، دعنا نشك معنا في الحوار المحامي عبد الرحمن برمان محامي المتهمين المفرج عنهم الذي ينضم لنا عبر الهاتف من ميتشيغان في أمريكا. أهلا بك سيد برمان. إذا إفراج عن معتقلين من شباب الثورة بعملية مبادلة لمقاتلين تابعين لميليشيات الحوثي، ما هي الملابسات لديك بالضبط؟ أولا مساء الخير لك ولضيفك الكريم وأيضا للمشاهدين جميعا. أهلا بك. بالنسبة للملابسات، وطبعا بعد حدوث الانقلاب الحوثي وسيطرة جماعة الحوثي على صنعاء، كانت بداية علي عبد الله صالح الخامون قد عرقلوا عملية المحاكمات التي أو عقد جلسات المحاكمات بأن عرقلوها وطعنوا في جميع القضاة وطلبوا ترحيل وطرحوا جميع قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بسبب أنه ملف القضية كان يخلو من أي أدلة. بعد أن سقطت الدولة وأصبحت بأيديهم، قاموا بتحريك القضية أمام القضاء بعد أن قاموا بتغيير قضاة المحكمة، لكن انصدموا برئيس محكمة رفض أن يعقد جلسة أو جلستين كما طلبوا منه وإصدار الحكم، فقالوا القاضي الذي عينهم أنفسهم وأحضروا القاضي عبد الراجح الذي هو جزء من هذه الجماعة، وبدأت عملية المحاكمات. يعني ما حدث أنه أهالي المعتقلين قد لجؤوا لجماعة الحوثي وحاولوا بالإفراج عنهم، لكن تلقوا عدد من الوعود من يحيى الحوثي ووعود أخرى من عدد من القيادات، لكنهم ظلوا أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات منذ الانقلاب ولم يحقق شيء. وفي الأخير لجؤوا إلى بعض المشايخ توسطوا لدى جماعة الحوثي ووافقت على الإفراج عن المعتقلين مقابل عدد من مقاتليها الأسرى لدى الجيش الوطني، وتحت الضغط وافق الجيش الوطني تحت ضغط الأهالي المعتقلين وضغطنا كناشطين ومحامين وأيضا المشايخ القبائل الذين تدخلوا لدى الجيش الوطني، وافق على أن يبادل هؤلاء المعتقلين بأسرى حوثيين. ولم يكونوا فقط وحدهم هم المدنيين، سعد عبروت ومدير منطقة تعليمية أفرج عنه مع هؤلاء،
ويعني آخرين أيضا هم مدنيين 10 أشخاص مقابل 14 من مقاتلي جماعة الحوثي. هذا كل ما حدث يعني. طيب يعني في سياق هذه العملية سيد برمان، هل انتهت الآن مسألة هذه المحاكمة؟ هل أغلق ملف القضية وفقا لهذه العملية التبادل هذه أم لا؟ أتحدث هنا من مسألة قانونية بحتة. من ناحية قانونية أغلق ملف القضية من يعني بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الرب المنصور هادي بإغلاق كافة القضايا التي حدثت في أثناء الثورة الشبابية، وإيقاف كافة المحاكمات والتحقيقات التي كانت جارية أمام النيابة. وجه الرئيس يعني النائب العام بإيقاف كل هذه القضايا وتم تنظيفه والإفراج عن كافة المعتقلين، لكن الذي حدث أنه كان هناك ضغط شديد، فقرر اتفق الرئيس الجمهوري مع النائب العام على أن يفرج. كان هناك 22 معتقل، يفرج عن 17 معتقل ويبقى 5 لبضعة أسابيع حتى لا يحدث هناك ردة فعل كبيرة لدى المؤتمر وعلي عبد الله الصالح، وأفرج عن 17. فكانت ردة الفعل أكبر مما كانوا يتوقعوه، انسحبوا من الحوار الوطني وعلق الحوار الوطني تقريبا 3 أيام، وهددوا بالانسحاب من حكومة باسن دوا. هذا الأمر أدى إلى خوف من إطلاق يعني من تنفيذ توجيهات الرئيس الإفراج عنهم، وكانوا موجودين فقط، حتى أنهم لما بدوا حالهم للمع النيابة أحالت مرة إلى المحكمة، وجه باسن دوا وجه الرئيس بإيقاف الجلسات، وأنا كنت ذاهب إلى المحكمة بالتصل من النيابة أنه الرئيس اتصل ووقف الجلسات باعتبار انه القضيه قد انتهت، لكن استغل جماعه علي عبد الله صالح بعد ان يعني سقطت الدوله وعاد القضيه مره اخرى امام القضاء. يعني القضيه هي منتهيه من ناحيه يعني قانونيه بحسب الاتفاقيات والمبادره الخليجيه وتوجيهات رئيس الجمهوريه والحوار الوطني، وايضا حتى القضيه ملف القضيه يخلو من اي ادله نهائيا، بل انه ملف القضيه يدينهم ملف القضيه مليء بالتزوير، ملف القضيه زور تزوير كامل، ولدينا الادله والوثائق. انا ارسلت لمعد الحلقه يعني وثيقتين فقط كنموذج، ونحتفظ بكل الوثائق لدينا. الوثيقه الاولى انه تزوير محاضر الضبط، نعم تزوير محاضر الضبط، ويعني ابراهيم الحمادي هو كان اكثر ذكاء يعني عند القبض على الاشخاص يتم عمل محضر ضبط في نفس المكان، يقولوا في تمام الساعه كذا كذا تم القاء القبض في المكان الفلاني في الساعه والدقيقه كذا، وكان لديه تليفون ولديه مبلغ في جيبه وساعه وكذا، يحصر كل شيء لديه ويودع المقبوض عليه يعني ومن قام بعمليه الضبط. هؤلاء بعد 8 أشهر وبعد ان حاله النيابه شافت انه ما فيش محاضر ضبط، بدل ما تحكم ببطلان الاجراءات اعادت الملف لهم وقالت تعالوا زوروا اعملوا. طيب ما فيش محاضر ضبط موجود، ما فيش اوامر قبض من النيابه، النيابه قامت بتزوير محاضر ضبط، وهذا الكلام مؤكد بنسبه 100%، وقد اعترفوا داخل النيابه احد من قام بعمليه التزوير قال احنا نعمل هذا للكل، قال ليش انتم؟ قال كل القضايا احنا نعملها اللي اسمه، قال هذه قضيه امن دوله، يعني انا واجهته قلت له هذا لم تكن موجوده في الملف، قال نعم احنا بنعمل هذه القضايا، وهذه تعتبر هذه تعتبر جريمه يحاكم عليها هؤلاء الاشخاص، بل يقضوا كل حياتهم داخل السجن، لو حكم لو كان هناك نظام وقانون كل من يعني حدد في هذه القضيه سيقضي بقيه حياته داخل السجن. هؤلاء الاشخاص ظلموا، انا ارسلت وثيقه اخرى يعني تقول سعد الهدادي هو احد افراد الحرس الجمهوري، قائد حق قائد اللواء الذي ينتمي اليه، عمل مذكره يعني للشؤون القانونيه بعدم مواصلته وفصله من الوظيفه، ليش؟ قال لانه منقطع محبوس في الامن القومي لانه ينتمي الى الاجاء المشترك، اي ينتمي الى الثوره وينتمي الى الساعه، بعدين طلعت في رسم هذا الذي ينتمي الى الساعه هاته في قضيه النهدين. انا اقول انه اثناء عمليه التحقيق كانت النيابه العامه حريصه وكان علي عبد الله صالح حريص على الا نصل الى فاعل الحقيقي من الذي ارتكب هذه الجريمة الإرهابية التي حدثت في بيت الله وفي يوم الجمعة. طيب سيد برمان، يعني الآن حتى يعني أخذ المعلومة بشكل واضح منك الآن، هل إذا ما تغيرت الأوضاع وحدث يعني نوع من الاستقرار في البلاد، ما عاد بالإمكان إعادة محاكمة هؤلاء الذين تم الإفراج عنهم؟ يعني هل حصلوا على ما يضمن حقوقهم بأنهم ليسوا متهمين أو بأنهم يعني بريئين من هذا الاتهام الذي حصل لهم؟ في حال من إعادة الدولة وعاد القضاء وهناك قضاء نزيه،
لم تكن هناك أي إشكالية، سواء كانت القضية قد انتهت أو عادت حتى مرة أخرى لينظرها القضاء، لأننا في تلك اللحظة سنكون من نقدم الدعاوي، يعني كمحامين عن هؤلاء الذين اعتقلوا والذين ظلموا هذا الظلم الكبير، ظلمة أسرهم، ظلم أولادهم، ظلمة زوجاتهم، سوف نتقدم بطلب تحقيق مع كل من مارس هذه العمليات، عمليات القبض والحبس. يا أخي أتعرضوا للتعذيب البشع، وكنت أقول رئيس النيابة يا أخي اتق الله حولهم للطبيب الشرعي، هذا أبسط حقوق يعني في أي بلد حتى أسوأ البلدان الدكتاتورية، يثبتوا يأتي الطبيب الشرعي يثبت آثار نزع أظافر إبراهيم الحمادي، نزعت أظافر وكان يعني أمامه وأنا أريح يديه، وآثار نزع الأظافر وآثار التعذيب في رقبته وفي جسده، وهو يعني يكتب في المحضر أنه سيتم يعني يبرر إحالته إلى الطب الشرعي ولا يحدث ذلك حتى يضمن أنه تذهب هذه الآثار. وعندما زارهم النائب العام بعد مرور سنتين وزيادة لا زالت الآثار، والنائب العام بنفسه آثار التعذيب الموجودة يعني لديهم. أنا أقول أنه لم تكن هناك أي قضية، كان هناك عملية انتقام، كان هناك عملية ابتزاز، كان هناك محاولة يعني لجر كثير من قيادات الثورة إلى المحكمة أو إلى محاولة تلبيسهم بقضية إرهاب، وقد حاولوا يعني هم ما كانوش مهتمين بالشباب، هم كانوا قدموا طعن في، كان هناك قدموا كثير من الأسماء، هم قدموا 137 شخص كانوا مقدمين، وبعد أن طلع الملف إلى مكتب النائب العام أبعد الكثير، فجاء المحامو علي عبد الله صالح وطعنوا، كان طلبوا حميد القشيبي، صادق الأحمر، هاشم الأحمر، كثير، صدر قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوة لعدم وجود أي أدلة يعني تثبت، لا يوجد أي ذكر لهم في الملف، ومع ذلك كانوا يريدوا إدخالهم. وعندما صدر القرار وأصبح محكمة الاستئناف وأصبح نهائي، يعني عرقلوا عملية الإفراج عن الشباب حتى تطل هذه القضية تمارس فيها عملية ابتزاز سياسي. شكرا لك سيد عبد الرحمن برمان، محامي المتهمين المفرج عنهم، كنت معنا عبر الهاتف من ميتشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. بعودة إليك سيد الأحمدي، آخر ما قاله السيد برمان فيما يتعلق بأن هذه القضية كما يقول قضية ابتزاز سياسي، مزايدة سياسية، استغلال سياسي، هل تتفق معه فيما يتعلق بهذه؟ بالتأكيد القضية؟ نعم بالفعل، بالنظر إلى مسار القضية هذه والأحداث، أولا بالنظر إلى اللحظة التي شهدنا فيها تفجير دار الرئاسة، هذه كانت جزء من في سياق حالة من العنف تشهدها اليمن في تلك المرحلة، وفي الحقيقة كان العنف يمارس من طرف النظام، نظام صالح حينها، شهدنا قمعا كبيرا ورهيبا للمعتصمين في ساحة الحرية، مجزرة جمعة الكرامة وغيرها من المجازر التي نفذتها مؤسسات أو أجهزة النظام حينها، وبالتالي كانت جزء من حالة عنف. تفجير دار الرئاسة كان جزء من مشهد عنف، كان النظام وصالح وأركان نظامه جزء من هذا العنف، بينما حاولوا طيلة الفترة الماضية ومنذ اللحظة الأولى توظيف هذه الحادثة في سياق محاولة تشويه الثورة الشبابية السلمية التي تعرضت للقمع أيضا والترهيب والتنكيل، استمرت عملية توظيف السياسي لحادث تفجير دار الرئاسة، وكان هناك حتى اللحظة لا يزال هناك غموض في الحقيقة حول الكثير من تفاصيل الحادثة، وبدليل أيضا أنهم أخفقوا في إدانة هؤلاء المعتقلين. طيب اليوم يعني الذين أطلق سراحهم، يعني على سبيل المثال فقط كان هناك حديث عن أن التفجير بصاروخ موجه، كان يفترض أن هذا الصاروخ يقصف لجنة الوساطة التي ستذهب إلى نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، إذن هناك لغط كثير وجدل حول تفاصيل هذه العملية وخيوطها والكثير من الأسرار. كان هناك أيضا حديث عن تصفية ضباط كانوا ضمن الفريق الحراسة الشخصية لعلي عبد الله صالح يعني بعد الحادثة. في نفس الوقت أيضا هؤلاء الشباب الذين أطلق سراحهم في سياق صفقة تبادل أسرى، أحدهم جندي في القوات الخاصة أو في الحراسة الشخصية لعلي عبد الله صالح، وكان ضمن فريق الإسعاف الذي أسعف علي صالح إلى المستشفى وكان بمقدوره الإجهاز عليه لكنه لم يفعل. إذن لماذا يعتقلوا طيلة هذه الفترة مع أنه كان بمقدوره أن يقضي على صالح بطلقة واحدة
عقب حادثة التفجير. إذن لا يزال أولا هناك غموض شديد يعني وكبير في هذا السياق، وهناك روايات كثيرة متضاربة. ولم يسعفنا الحديث مع السيد المحامي عبد المجيد صبر الذي أيضا له علاقة في ملف هذه القضية، لكن فيما يتعلق الآن بأن نعود إلى نقطة مسألة يعني تنديد حزب المؤتمر فيما يتعلق بالآن بعد هذه عملية الإفراج هذه، يعني في سياق أن هناك كما يعني كما يقول كثيرون متهم بمسألة قتل صالح، وهناك من قتل صالح. يعني كما قلت أخي وجيه، ونكرر دائما المنطق، هذا المنطق وهذا الموقف للمؤتمر الشعبي العام على الأقل جناح، يعني هل مسألة الابتزاز أو الاستغلال السياسي للحادثة مستمرة؟ ما زال مستمرا، ما زال مسألة التوظيف السياسي لحادثة تفجير النهدين أو دار الرئاسة، وأيضا لهذه المسألة ما زال حاضر حتى في تعاطي المؤتمر الشعبي العام، المؤتمر الذي فرط في الجمهورية والنظام الجمهوري وفي الدولة، وفرط حتى في مبادئ الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام، وذهب للتحالف مع ميليشيا الإمامة بنسختها الحوثية وأغرق البلاد في كل هذه الفوضى والحرب والدمار والمأساة، ما زال أيضا اليوم يتحدث بنفس اللغة الكيدية تجاه الآخرين، تجاه القوى السياسية. يعني المؤتمر الشعبي العام تعرض للتنكيل أيضا، كوادره زعيمه قتل على يد الحوثيين وتعرض للتنكيل، ولا يزال هناك الكثير من كوادر المؤتمر معتقلين لدى ميليشيا الحوثيين، ومع ذلك لا يصب سهامه، لا يوجه سهامه إلا على شباب الثورة. أنا في الحقيقة تناقشت حتى مع بعض قيادات للمؤتمر الشعبي العام، ويقولون أنه التفجير دار الرئاسة مصرون على أنهم شباب الثورة الذين فجروا دار الرئاسة، وأنه كان حينها هو القتل الحقيقي لعلي عبد الله صالح. هم يتهربون من حتى الاحتجاج أو التنديد بمقتل زعيمهم على يد ميليشيا الحوثيين، لكنهم يستسهلون إلقاء التهمة جزافا على شباب الثورة وعلى الأحزاب السياسية، وهنا المفارقة. يعني ما زال هناك توظيف سياسي واضح لهذا الملف. على المؤتمر الشعبي العام أن ينأى بنفسه، على الأقل المؤتمر الذي خرج من عباءة الحوثيين، من المعيب في حقهم حقيقة أن يستمروا في مسألة توظيف حادثة دار الرئاسة من أجل الاستمرار في شحن المجتمع وفي خطاب، بث خطاب الكراهية ضد الثورة الشبابية السلمية، الثورة الشبابية السلمية التي ضمنت لهم مشاركة فعلية في حكومة الوفاق ومنحت زعيمهم الحصانة، وفي نفس الوقت يغضون الطرف عن ميليشيا الحوثيين التي ركلتهم بأقدامهم بعدما منحوها كل شيء وقتلت زعيمهم. إذن أعتقد أنه من الضرورة بمكان أن يتجاوز المؤتمر هذه الدائرة، وأن يستفيد من دروس الماضي، وأن يتوجه في الحقيقة إلى إعادة ضبط بوصلته الوطنية باتجاه مواجهة المشروع الإمامي، وأن يتخلى عن عقدة الثأر والحقد ضد شباب الثورة الشبابية السلمية في اليمن، التي يحاول اليوم أيضا حتى الإبقاء عليها ملفا مفتوحا للاستمرار في ممارسة الخطاب، خطاب الكراهية ضد الثورة ومكتسباتها، وضد أيضا حتى الجوانب الإيجابية لها. يعني عندما يتبنى المؤتمر خطابا معاديا لإطلاق سراح مجموعة من شباب الذين قضوا 8 سنوات وعانت أسرهم الويلات جراء هذا الاعتقال التعسفي الطويل والممتد، وتعرضوا لصنوف التنكيل والقمع داخل هذه السجون، بدلا من الترحيب بهذه الخطوة يذهبوا للتنديد بها في الحقيقة. رغم أنه أنا مع فكرة أيضا أن تغلق ملف، أن يغلق ملف هذه القضية بقرار من المحكمة، لأنه طالما أن هناك ملف أمام، منظور أمام القضاء، يفترض أن يصدر أولا أن يتم نقل ملف القضية إلى محكمة عادية، باعتبار أن هناك الكثير من الإشكاليات حول المحكمة الجزائية المتخصصة، ونعرف أيضا حتى مثول هؤلاء الشباب أمام المحكمة الجزائية المتخصصة هو جزء من توظيف
إبان النظام السابق للقضاء في تصفية الخصوم السياسيين. يجب أولا أن ينظر في هذه القضية أساسا أمام المحكمة، محكمة عادية، وبحيث يتسنى للشباب هؤلاء الذين تعرضوا للتنكيل وللقمع أيضا أن يطالبوا بجبر الضرر ومحاسبة كل الذين تورطوا في عمليات الاعتقال التعسفي لهم والتعذيب والاحتجاز. طيب دعنا نشك معنا في الحوار سيد الأحمدي. السيد حسن السوادي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ووكيل محافظة البيضاء، أرحب بك سيد السوادي. إذا فيما يتعلق بأن المؤتمر على الأقل فرع صنعاء كما يصطلح عليه يقر مقاطعة أعمال المجلس السياسي والبرلمان والحكومة والشورى التي يعني يسيطر أو تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، أنت كتبت أن هؤلاء الذين أفرج عنهم ليسوا أسرى حرب وإنما سجناء على ذمة قضية. أنتم في المؤتمر الشعبي العام تقولون أنه ما كان يجب مقايضتهم كأسرى حرب. ما هو الموقف من من تم الإفراج عنهم بالتحديد؟ أولا مساء الخير أخي وجيه، لك ولكل الأخوة المشاهدين والمستمعين في كل مكان، وأحيي ضيفك العزيز أخي العزيز الأستاذ محمد الأحمدي. حقيقة أخي الفاضل، ما حصل في جامع النهدين كانت جريمة إرهابية متطرفة بامتياز وعصفت بالوطن، ولولا الشجاعة التي تحلى بها الشهيد الرئيس السابق علي عبد الله صالح رحمه الله في حينه لزجت البلاد في فتنة لا قبل لنا بها، وقد تكون أضرارها أكثر بكثير مما تمر به اليمن اليوم، إلا أنه وثب على قدميه قائلا ولا طلقة ناحية أي متظاهر أو ما إلى ذلك، فكان له موقف للأمانة سيشهد للتاريخ بأنه كان موقف إيجابي جنب اليمن، لأنها استهدفت حكومة برمتها داخل جامع، وكانت هذه العملية عملية دخيلة على مجتمعنا اليمني، لم يحدث لا قيمنا ولا شيمنا ولا أعرافنا تسمح أن تتم مثل هذه الأشياء الدخيلة على مجتمع يتحلى بكل القيم والأخلاق والأعراف الحميدة. في كل الحالات يا أخي العزيز، أنا أرى أنه هم ما فعلا ما همش أسرى حرب، هم سجنوا على ذمة هذه القضية. السؤال الذي يطرح نفسه أخي وجيه، ما هو المانع السياسي الذي حال أو المانع القضائي الذي حال دون محاكمتهم منذ اعتقالهم على ذمة هذه القضية في بداية العام 2011 لنقول إلى ما قبل 21 سبتمبر من العام 2014؟ طيلة في الفترة حكومة الوحدة الوطنية لم يتم البت في قضيتهم أو محاكمتهم، بحكم أنه قد المؤتمر الشعبي العام سلم السلطة وتم انتخابات رئاسية وكلفت حكومة جديدة وما إلى ذلك، لماذا لم يتم محاكمتهم محاكمة عادلة؟ إن أذانتهم المحكمة يحاكموا ويحاسبوا بقدر ما اكترفوه من 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 جرم، وإن برؤوا تبرؤهم المحكمة، إنما تلاعب في القضية ولم يتم مواكبة الجلسات المحكمة لتبرئتهم أو إدانتهم. كان هناك تلاعب من قبل من سيد السوادي؟ اولا الحكومه، النائب العام وزير الداخليه المعين في حكومه الاستاذ محمد سالم باسندوه رعاه الله، والنيابه العامه، يعني ما هي الموانع التي حالت دون ان يقدموا على محاكمتهم في هذه الفتره؟ نقول الى ما قبل 21 سبتمبر، فما بعد 21 سبتمبر قد آلت البلاد الى النفق التي تعيشه اليوم. المؤتمر الشعبي العام اليوم اقر في كما قلت فرع صنعاء، المؤتمر الشعبي العام هو واحد موحدا وسيظل واحد، انما الأخوة في المؤتمر الشعبي العام في الداخل لهم ظروفهم الخاصة، وأنت تعرف وغيرك يعرف أنه ظروفهم الخاصة تجبرهم على، إنما أنا أرى أنه نصر كبير للجهة التي قايضت بهؤلاء السجناء ومنحت الحوثيين أسرى حرب وأخذتهم، انتصروا مرتين، مرة أخرجوا السجناء حقهم، والمرة الثانية استطاعوا أن يسحبوا البساط من تحت أقدام الحوثيين، وجعلوا من تبقوا من المؤتمر الشعبي العام في حلف معهم أو في حكومتهم وفي مجلسهم السياسي أن ينشرخوا وينشقوا عنهم، ويجب أن يباركوا هذه الخطوة، يباركوا هذه الخطوة وردة فعل إيجابية تكون منهم أن يعملوا بالتنسيق مع معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري والأستاذ علي العويش النائب العام ورئيس المحكمة العليا لتقديم هؤلاء السجناء إلى المحكمة الجزائية في مأرب، إن أدانتهم المحكمة بعد استدعاء المحامين أهالي الضحايا. يا سيد العزيز، 14 قتيل وأكثر من 200 جريح، وهي لن تنفجر القنابل أو المتفجرات داخل المسجد، لم تنفجر إلا 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 زاوية واحدة، لو تفجرت الزوايا الباقية لماتوا كل من داخل المسجد هذا، تمام؟ وكان على رأسهم الشخصية الوطنية والسياسية الأستاذ الشهيد عبد العزيز عبد الغني رحمه الله. فيسلموهم أولا
من اجل كما قال الاستاذ محمد مصلحتهم هم، حتى لا يظلوا ملاحقين من اهالي الضحايا طوال فتره حياتهم الباقيه، وايضا لتعويضهم في حال ما اذا زجبهم بدون وجه حق، يعني تعويضهم نفسيا وماديا وجبر الضرر، وحتى يخرجوا رافعين الرايه انهم بريئين وان ما زجبهم في السجن الا نتيجه مماحكات سياسيه او ما الى ذلك. نتمنى ان يكونوا ابرياء مما نسب اليهم. طيب. لكن هذه الخطوه في حال ما اذا اقدم عليها او اقدمت عليها الجهه التي قايضت بهم ستكون خطوه ايجابيه تعين على وحده الصف وتوحيد الجبهه واخراج الوطن مما حل به. لسنا بحاجه للمناكفات ولم نعد بحاجه للشرخ اكثر مما نحن فيه اليوم. سوجه هذه يعني ما تفضلت به الى السيد محمد الاحمدي، ما رايك سيد محمد فيما تفضلت في الحقيقه به؟ اولا تحيه للاستاذ حسن السوادي وهو من القيادات المؤتمريه الرائعه ولديه وعي سياسي متقدم، ويكفي انه ايضا حريص على الجمهوريه والنظام الجمهوري ويواجه الامامه بنسختها الحوثيه. لكن في الحقيقة أولا هناك بعض النقاط المهمة التي تحتاج إلى الرد. ما يتعلق بالحديث دائما عن أن المؤتمر سلم السلطة في 2011 أو سلمها للرئيس عبد الرب منصور هادي، هذه مغالطة كبيرة. لم يسلم المؤتمر، بل كانت هناك قوة ضاربة من الجيش لا تزال مع صالح، وأيضا أثبتت حتى أحداث الانقلاب في 21 سبتمبر 2014 أن المؤتمر كان أو على الأقل النظام الحاكم حينها نظام علي عبد الله صالح لا يزال يمسك بكثير من تفاصيل السلطة في اليمن. لكن بكل الأحوال أيضا كان حتى المؤتمر شريك في حكومة الوفاق، نعرف أنه بموجب المبادرة الخليجية كان المؤتمر حاضرا في حكومة الوفاق. صحيح أنه نقلت السلطة شكليا للرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن حتى دار الرئاسة نفسه لم يسلم للرئيس هادي، والجميع يعرف هذه التفاصيل. ما يتعلق أيضا بأن حكومة الوفاق أخفقت في إدانة هؤلاء الشباب المعتقلين، بالفعل هذا صحيح، لكن السؤال هنا لماذا أخفقت حكومة الوفاق في إدانتهم طيلة تلك الفترة؟ كان هؤلاء الشباب ينفذون إضرابات عن الطعام داخل السجون في صنعاء، وأيضا حتى كان هناك مجموعة أخرى من شباب الثورة في حجة يطالبوا بمحاكمتهم محاكمة عادلة أو إطلاق سراحهم. وأتذكر حينها أنه حتى كان وزيرة حقوق الإنسان حينها حورية مشهور تتضامن مع هؤلاء الشباب داخل السجون وتشاركهم الإضراب عن الطعام لمطالبة الحكومة حينها بالمحاكمة أو التعجيل بالمحاكمة ما لم فإطلاق سراحهم، وكان يفترض إما أن يحاكموا بالفعل محاكمة عادلة مع النظر أيضا في مزاعم تعرضهم للتعذيب في الحقيقة أو ادعاءات تعرضهم للتعذيب. وكما أشار الأخ عبد الرحمن برمن في شهادته أن بعضهم كانت آثار التعذيب واضحة عليه، وهذه أمور واضحة ومثبتة وموثقة حتى لدى في تقارير عديد من المنظمات الحقوقية. مسألة احتجاج جناح المؤتمر في صنعاء مع الأخذ بالفعل بعين الاعتبار ما طرحه الأخ حسن السوادي، مسألة الوضع والظروف التي يعيشها من هم في صنعاء، لكن هذا لا يعفيهم من أن تكون مسألة الاحتجاج على خطوة كهذه. كان يفترض أن يحتجوا بمسألة أخرى يعني جديرة بالاحتجاج، يعني أن يحتجوا وأن يوقفوا تعاملهم أو تعاونهم مع سلطات الميليشيا الحوثية. الجميع يرتقب أو يترقب بفارغ الصبر أن ينزع من تبقى من كوادر المؤتمر يده من التعاون مع الميليشيا الحوثية وأن يعود للصف الجمهوري. في الحقيقة اليمنيون اليوم يعيشون للعام الخامس من التوالي بسبب حرب مدمرة ومآسي وكوارث، كلنا عانينا وكلنا ضحايا لهذه الحرب، تشريد وفقدان لأقارب خلال هذه الحرب، قتلى وجرحى ومآسي كثيرة. لا أحد في الحقيقة يرغب باستمرار تشظي الصف الجمهوري أو القوى السياسية على ما هو عليه الآن. يعني يفترض أن بالفعل يتخلى من تبقى من كوادر المؤتمر عن تقديم خدماتهم للميليشيا الحوثية وسلطتها القمعية في صنعاء،
وأن يضعوا أيديهم بأيدي بقية المناضلين لإسقاط الانقلاب. أنقل كلامك إلى السيد السوادي، ما رأيك السيد حسن؟ أخي العزيز الأستاذ محمد، هو في كل الحالات أنا أحترمه كثيرا وأوده، إنما في مجمل كلامه ما جرى في اليمن خصوصا جمعة الكرامة وجريمتها التي آلمت الناس جميعا، وجريمة حادثة السبعين لأفراد الأمن المركزي، وجريمة حادثة كلية الشرطة، وحادثة حتى القاعة الكبرى حادثة العزاء كانت جريمة شنيعة جدا. نحن مع محاكمة كل من يثبت إدانته في هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، وارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني، وارتكبت بحق الأبرياء. أما مسألة ما هو في الجبهات، سيحاكموا من 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 ارتكبوا جرائم حرب كلا بقدر ما ارتكبه، وسياتي اليوم الذي يحاسب كل شخص على ما اقترفه، سواء في الحرب او سواء في استهداف الابرياء واستهداف القوات المسلحه والامن، واستهداف يعني ايا كان من المواطنين الابرياء بهذه الجرائم النتنه والجرائم التي تتنافى مع قيم ومبادئ الدين الحنيف. اولا يا اخي، المؤتمر الشعبي العام هو بالنسبه له محدد موقفه من اول وهله، وقد انقسم المؤتمريين في البدايه، منهم من رفض التحالف من اول وهله، ومنهم من استمر في الداخل واجبرته الظروف على البقاء، وفي الاخير حصل ما حصل، وكل والجميع يعرف ما هو الذي حصل وما هي التي آلت اليه الامور الى ان استشهد الزعيم علي عبد الله صالح وامينه العام، ومن ثم جاءت هذه المرحله. نحن الان في هذه المرحله، نحن الآن حول السجناء. هؤلاء السجناء من مصلحتهم كما قال الأستاذ محمد أن يقدموا إلى المحكمة الجزائية في مأرب ويستدعوا محامي الضحايا إن ثبت تورطهم في هذه القضية، فسيحكم عليهم من هو بريء سيبرأ، ومن هو مدان سيدان. وفي نفس الوقت الفترة التي قضوها داخل السجن قد تكون لبعضهم كافية نتاج ما اقترفه، في حال ما إذا اقترف أي جرم حيال تعاونه من خلال تبني هذه العملية. على كل القوى السياسية الشريفة في كل أرجاء اليمن أن تقف صفا واحدا لإظهار الحقيقة للشعب جميعا حول ما ارتكب في جامع النهدين، الذي رفضها الجميع وأدانها الجميع، منهم من أدانها من باب التقية وقد يكون ضالع فيها، ومنهم من أدانها بحق وحقيقة قيمه وأعرافه تحتم عليها أن يدينها ويندد بها. فمن مصلحة هؤلاء، أنا لو كنت واحدا منهم لذهبت بنفسي إلى النائب العام أو رئيس المحكمة الجزائية أو رئيس المحكمة العليا لأسلم نفسي وأقول له لا بد أن أبرر بحكم شرعي أو أدان بحكم شرعي، ولا بد من تعويضي وجبر الضرر الذي لحق بي طوال الفترة الماضية، ومحاسبة كل من قاموا في حال ما إذا عذب أو يعني مورث ضده الممارسات التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، ويخرج بريء وهو رافع الرأي. من مصلحتهم هم قبل غيرهم، ولهذا أنا أتمنى أن لا نقابل ما حصل اليوم بالتشفي أو بالسخرية على كل القوى السياسية. يعني عندنا مثل قبلي، كل واحد يربط، يعني ما نشيش نقولها لأنه من العيب أن نذكر بعض المصطلحات السيئة، إنما كل واحد يوجه أعضاءه بأن يكون خطابهم الإعلامي يرشدوا من الخطاب الإعلامي، وأن يثنوا على الإيجابيات ويعالجوا السلبيات من باب إصلاح مسار وبالطرق التي تتوافق مع قيم وأخلاق شعبنا اليمن. شكرا لك سيد حسن السوادي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، كنت معنا من القاهرة، شكرا على تواجدك معنا. بعودة أخيرة إليك سيد الأحمدي، ما الذي يمكن أن يقال في سياق هذه الدعوة التي قالها سيد؟ يعني في الحقيقة أولا تحية مرة أخرى للأستاذ حسن السوادي، وفعلا اليمنيون بحاجة كلهم ل تبني خطاب راشد في التعامل مع القضايا بمسؤولية، والابتعاد عن حالة الشطط، حتى بالنسبة لأيضا الخطاب الذي يتمسك بمسار ثورة فبراير، أعتقد أننا بحاجة إلى ترشيد الخطاب ووضع أولويات حتى في مسألة الخطاب الإعلامي. القوى السياسية والأحزاب السياسية هي مكسب لليمنيين كلهم، وهي مكسب للحياة السياسية بشكل عام وللتجربة الديمقراطية، وبالتالي كل الأحزاب معنية بضبط بوصلتها وإعادة ضبط بوصلتها، واحترام أيضا
المسار الديمقراطي الذي اختاره الشعب اليمني واحترام إرادة اليمنيين في التحول الديمقراطي. على الجميع أن يتجاوز مرحلة التخندق حول خطاب عدائي تجاه الآخر. نحن في الحقيقة أمام مشهد مفصلي في التاريخ اليمني. هناك مشروع إمامة في الشمال وله أدواته، وهناك مشروع وصاية واحتلال وله أدواته أيضا. اليمنيون عليهم أن يسيروا في مناهضة مشروع الإمامة شمالا بنسختها الحوثية وكل أدواتها والقطيعة معها، وفي نفس الوقت يتوجهوا لرفض كل مشاريع التقسيم والوصاية والاحتلال وتقاسم النفوذ من أي كان. وبالتالي على الجميع أن يتوجه ويعيد ضبط بوصلته بهذا المسار، وإلا فإن الجميع سيعيش حالة من التشظي والتيه إلى ما لا نهاية. واليوم نحن نواجه في الحقيقة مخاطر محدقة بالوجود، وجود الدولة بالهوية الوطنية اليمنية الجامعة بكل مكتسبات مراحل النضال طيلة الفترة الماضية. شكرا لك. شكرا لك. إذن سيد محمد الأحمد الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.